نبدأ بحديث المدينة لعثمان مرغني من أخيرة التيار، والتي أتت اليوم بعنوان خط الصفر الوطني. يستهل مرغني هذا العمود بالقول: السيد محمد أحمد محجوب الرمز السياسي المعروف كتب في مجلة الفجر سنة 1932 ما معناه: مضى 33 عاما ولا يزال السودان يبحث عن البوصلة المفقودة. وبحساب بسيط يتضح أن المحجوب اعتبر خط الصفر الوطني هو العام 1899، أي بداية الحكم الثنائي بعد زوال دولة المهدية. الآن لدينا ثلاثة خيارات: الأول، إما أن نأخذ بمرجعية المحجوب سنة 1899 بداية الحكم الثنائي، ويصبح العمر الوطني للسودان 122 سنة حتى اليوم. يستمر مرغني بالقول: أو نفترض أن المرجعية هي تاريخ استقلال السودان في الأول من يناير 1956، فنحصل على أقل من نصف العمر الوطني في الخيار الأول. والخيار الثالث هو ما أفضله: أن نصنع خط الصفر الوطني الجديد بتاريخ انتصار ثورة ديسمبر، ونشرع في بناء دولة السودان الحديثة على مفاهيم وأسس جديدة على حد وصفه. يمضي مرغني: أول مطلوبات صناعة خط الصفر الوطني على حد ذكره هو القدرة على تخطي المسلمات الموروثة في الدولة السودانية. واحد من أكبر معوقات النهضة السودانية أن كثيراً من تجارب الماضي الفاشلة لا تزال تكبل التفكير، وبالكاد تجد عقلاً سياسياً قادراً على الخروج من صندوقها. هيكل الدولة الأساسي بعد انتصار ثورة ديسمبر لا يعبر إلا عن الماضي المتكرر، وبالتحديد فكرة مجلس السيادة متعددة الرؤوس، على الرغم من أنها مجربة وأثبتت فشلها في السابق، لكن لم يجد الساسة بداً بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ إلا العودة للحكاوي القديمة. يختتم مرغني عموده قائلاً: بناء دولة السودان الحديثة يتطلب إسقاط كثير من الأوهام السياسية التي كانت تحكم السودان وتؤدي لفشل تجاربه التعددية وسقوط الدولة تحت الانقلابات العسكرية. بناء أي دولة حديثة لا يمكن أن يتم بمحاسن الصبف ولا بالتعويل على العوامل الخارجية وحدها، بل برؤية وفكرة ثاقبة تبني خطة استراتيجية سديدة. فلنبدأ خطة الصفر الوطني من تاريخ 11 من أبريل 2019، ولنرسم مساراً صاعداً نحو بناء دولة السودان الحديثة.